الرويز ديالنا تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الفيديو اللي هو صنارة ذهبية من الحوتة الملكية، طبعا عبد الحال اللي هي محرقصة اللي هي الدورادة، والصنارة الذهبية اللي هي صنارة ذهبية. اوكي، غادي نشرح لكم بإذن الله في هذا الفيديو هذا الخبايا ديال هذه الصناره هذه، والطرق الصيد بها، والاوقات الصيد بها، والنتائج ديالها، والى اخره، باش تعرفوا القصه ديال هذه الصنارة الذهبيين من الاول حتى الاخر. كيف ما نتوما كتعرفوا الاخوان، تقدر تجيكم هذه القضيه او تقدر تجي بعض الاخوان تقدر تجيهم شويه غريبه الصناره ذهبيه كنصطادوا بها المحرقصه. فهمنا حنا في هذا الفيديو هذا غنشرحوا علاش وكيفاش وفوقاش. تفهمنا كيف ما عارفين نتوما الحباب، ايامات الاوليه اللي دخلوا هذه المونتاجات مثلا اللي دابا كيستعملوا الاخوان، دابا تبارك الله كلشي كيستعملوا المونتاجات ديال الكوليسو في لاراشي، المونتاجات ديال الفيكس في الالفي العادي في الالفي نايلون، المهم العديد من المونتاجات ديال لي كومبيتيسيون الى اخره. كيفما نتوما عارفين في ديك الوقت هذا كان هادشي هذا كامل غريب، وكنا كنستعملوهم حنا بعض الاصدقاء، وكانوا بصراحه الله هادشي كنقول لكم انا 2013 2014 2015 كان هادشي ما كاينش في المغرب، كانوا الناس قلال اللي كيستعملوه، واللي كانوا كيستعملوا ديك لي مونتاج الناس اللي كانوا كيجيو من اوروبا، الناس اللي كانوا كيجيو من الخارج لان تعلموا ديكشي في اوروبا خصوصا في اسبانيا وفرنسا. اوكي، اذا في ديك الوقت هذا كان كلشي كيجي هذاك الشيء غريب، فحال اللي مثلا بزاف ديال الناس عايجيهم دابا الصنانه الذهبيين غرابين. اوكي، ولكن مع مرور السنين بدينا كنلاحظوا ان المغرب كامل تقريبا كيصطاد ديك لي مونتاج، كيصطاد ديك الكوليسون ديال لاراشي، كيصطاد بالاورفي، كيصطاد بالاورفي هليكوبترو، اورفي نايلون الى اخره. اذا الحمد لله قدرنا نوصلوا الفكره، وقدرنا نوصلوا ديك المونتاجات للاخوان ديالنا والرياس، وكنفرحوا بزاف ملي كنشوفوا ان المغرب كامل كيصطاد بهم، هذا شرف لينا الحمد لله. نفس الشيء دابا ياك، واخا جات الفكره معطله على هاد الصنانه الذهبيين هادو، كنت كنصطاد بهم دابا انا هذيك اكثر من 5 سنين وانا كنصطاد بهم في ديك الوقت، دابا ما بقيتش كنصطاد على محرقصه. هاد الباكيه ديال الصنانه هادو اللي كتشوفوا هادي شاطت لي، هادو ديال اصاري، غنعاود لكم الحكايه ديال هادو ديال اصاري شاطت لي من الماتريال ديال السيرف كاستينغ، عندي بزاف ديال الماتريال السيرف كاستينغ، بقيت كنعمل السيرف كاستينغ قاري في الدار، جاتني بالي هاد الصناره مذهبه نتقاسم معكم السر ديالها. اوكي، هاد السنار هادو جابهم لي صدفه، كانوا يلا خرجوا للسوق هادي واحد 5 سنين. في ديك الساعه كانوا كاينين مذهبين، ولكن كانوا واحد النوع اخر مذهب اللي كيصطادوا به الدورادو، اللي هو ديك اش كيقولوا، حنا كنقولوا في المغرب هذا ماهي كانوا كيصطادوه في لومباركاسيو. اوكي، وكانوا عاود السنار ذهبيين كيصطادوا بهم الكرب، فهمنا باش تشوفوا شحال من حاجه ديال الكرب كنستعملوها حنا في السيرف كاستينغ، فحال المونتاج كوليسو في لاراشي هذاك منقول على الصياده ديال الكرب. دابا حتى الصنامر عاود الذهبيه حتى هما كيستعملوا الصياده ديال الكرب، فهمنا. اذا في ديك الوقت هذاك الحباب كنعقل، كنت عندي كان مهم كان الصديق ديالي بزاف ديك الساعه كنت باقي في المغرب، المهم كنت هوت من المغرب، خوسي دانيال مندوسا اللي كيبيع في سبته، عنده محل مدريه في سبته، صديق ديالي، كان دائما كيجيب لي اي حاجه خرجت جديده كيعيط لك كيعطيني كيعطيهم لي كادو، كيقول لي اخي هذه هاك جرب هادو، خرجوا جدادين، خرجوا هذا منهم في المثال اونر يلاه دخلوا للمغرب، يلاه جاو جداد، جاو من اسبانيا لسبته، كان جابهم لي خوسي، كانوا باقي ما دايرين شي مره في المغرب. صديق اونير عجبوني، بدا ساعتك بدا خوشي كيبيعوا من الحوانات في تطوان، فهمتيني، وديك الشيء تترش في المغرب تبارك الله. في ديك التيمبورادا هذيك من مورا ديك الصنار ديال اونير كان جاب لي كاخه واحد الباكيه عامره بهذا الصنار هادو ذهبيين، قلت له دايش هاد الصنار ذهبيين، قال لي جربهم صار بيهم، شبرتهم بقيت كنخمم، قلت علاش بعد ديك الساعه كنا تبارك الله كنا كنصادو على الدولار، كنا عاملين فيها
مزارة كيف ما عارفين في ذاك الوقت كان كل شيء حاير معنا في المغرب كامل، كانوا الناس كيشبوا الدولار في المغرب، ولكن الصراحة عبد الله هذه واحد 5 سنين 6 سنين كان داك الشيء قليل، ماشي فحال دابا. دابا تبارك الله المونتاجات والصنانار وتبارك الله دابا كل شيء كيشبر المحرقصه، كل شيء كيشبر الدولار هذا، اللهم بارك. هذيك هو هذاك هو الربح ديالنا حنايا. اذا شنو عملت انا؟ شبرت هاد الصنانار هادو، عملتهم في المونتاج ديالي، مشيت صدت بيهم، صدت بيهم نهار اللي طري النتيجه تبارك الله، ما بقيتش عاقل ولكن ضرب تبارك الله شي 4 ولا 5 المحرقصات مخيرين في تطوان. اوكي مرة ثانية بيت كنزيد من راسي، بيت بحال اللي غنقول كنشاهد شنو كنعمل الطريقة ديال هاد الصنانير هادو، عقلوا عليها وعاد جبروا عليهم، والله العظيم عاد جبروا على هاد الصنانير هادو ذهبين. هادو واحد بحال انا ما كيعجبنيش لما يكون عندي الاسرار، اي حاجة كنت كنستعملها اولا هذا نتقاسمها معكم. كانوا ديك الساعة بزاف الناس كيحيروا معانا كيفاش كتشبر الدولار خصوصا في الشمال في تطوان اللي هو الميديتراني والبحر بحال بيسينا، كيجيو الناس من المغرب كامل ما كيشوفوهاش، ما كيشبرش شي محل قصر، صعيب يشبرها فهمتيني، كيشبروها غير الناس ديال المدينه، غير الناس ديال المنطقه، وكنا تبارك الله مفرجين عليها. اوكي شنو كنت كنعمل لها ديك الساعه انا يعني. الصناره مذهبه ديالي كنعمل الدوده مثال الطعمه ديالي، وكنخلي المضى باين كثار من القياس، وانا نورمالمون ديما خصو يبقى المضى باين ياك باش دغيا كتضرب في الحوته، انا كنت كنخليه شويه زايد كنبين وكنزيد نهبط شويه الدوده. اوكي وكنت كنمشي دائما بهاد الصنانير هادو ياك باش كيعطوني واحد الفعاليه، كنت كنمشي في الصباح بكري ياك، علاش؟ باش كنشبر ديك الساعه، اول حاجه ساعه مهمه ديال المحرقصه، ثاني حاجه خصني ديك الاشعه الشمس اللي كتضرب في البحر اللي هي اللي كتاكتيفي الحوت في الصباح، باش الحوت كيتاكتيفا كيخرج يرعى، ديك الشمس اللي كتضرب في الماء مع كتعرفوا الميديتراني البحر مطيح فهمنا، ديك الشمس كتضرب في الماء وكتضرب في نفس الصناره كتعطي واحد البريو في الماء، الحوت تقدر تشوفها من البعد خصوصا محرقصه كبيره. اوكي كتشوفها من البعد، اذا جربتها زدقت لي صدقت، رجعت لي الطعمه ديالي ما كتصبرش في الماء حتى 10 دقائق، كتضرب عليها الحوته كتضرب عليها محرقصه كنجبده. هذه من جهه، من جهه اخرى اللي عملت هو الطريقه هذه عملتها باش ناتيري ديال الحوت، لان اذا لاحظتوا مثلا في لي كومبيتيسيون ديك الساعه كنا حنايا كنبحثوا بزاف ديك مود كومبيتيسيون ديال لي بير فلوطونت، هاد اللون هذا علاش، هاد اللون بيض علاش، هاد اللون حمر علاش، هاد اللون ذهبي علاش، اللون بيض ما عرفتش من نوع الحوت، اللون حمر كنعملوه ملي يكون بحال هكذا الى اخره. في اخر المطاف كنت كنفكر كنقول هاد لي فلوطون هاد لي بير فلوطونت وهاد الشيء هذا كامل باش كنأتيريو الحوت من البعد. اوكي باش ديك الفرشيه ديالنا كتعلي لنا ديك الدوده وكتعطي كتشعل الضوء. إذا لاحظتوا كانوا في ذاك الوقت كانوا يلاه خرجوا ديك واش شي لي بير فلوطونت خاصين بالبوري، كان فيهم النص بيض والنص ذهبي، كان انكرويابل. وكنت انا ديك الساعه في خيار ما في لي كومبيتيسيون، كنت كنمشي عند صحاب الجلالب اللي كيبيعوا البياس ديال الجلالب في المغرب ديال النساء ديال العيالات، كنت كنشري ديك العقيق مكور، وكنت كنختار دائما لي كولور مذهبين كيعطيو بريو في الماء فهمنا. لذلك بقيت بديت كنلصق الافكار، كنلصق الافكار، صدقت لي الصناره مذهبه من الحوته الملكيه، لان هي ملكيه وخصها الصناره مذهبه فهمتي. بقيت كنلصق الافكار، جبرت هي هذيك واحد المعادله خرجت لي وعطات النتيجه. كنعمل الطعمه ديالي، كنخلي الصناره باينه شويه، الشمس كيضرب فيها، اشعه الشمس الصباح بكري كتضرب فيها، كيحوت كيكون اكتيفا كيبان له بريو في الماء، كيجي ليلو بحال اللي عاد بان له ديك الفرشيه ديك بير فلوطونت كدعم، كتبان له الصناره ديالي كتعطي الضوء، لان هذيك كتعطي الضوء اكثر ملي كتضرب الاشعاعات الشمس في الصناره فهمنا، كيشوفها من البعد وكيجي ليلة. على داك الشيء سميتها الصناره الذهبيه للحوته الملكيه. اوكي وخصوصا من محرقصه كبيره، ضربت بها بزاف محرقصه كبيره 3 4 كيلو
سبحان الله العظيم. ما عرفتش علاش، واش لان الله اعلم، واش لان ملي كنعمل هاد لا ميثود هادي ديال الصيد بالسناره مذهبه، كتشوفها محرقصه الدوره كبيره كتزبق اخرى صغيره، او لا لان ملي كتكون كبيره كتغوف على صغيره، او لا الله اعلم. لان اللي كنعرف انا كبيره اغلبيه ما كتمشيش في فرق، كتمشي بوحده، خص كتكون ملي كتكبر الحوته محرقصه الدوره كتمشي سوليتاريا. صغيره كتمشي ببانكوش بالفرق. اوكي، لذلك وصلتنا النتيجه هذه من خلال بزاف ديال التجارب، جرب 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 جرب، وصلت في اخر المطاف بحال اللي قلت لكم، نيت في الصباح بكري في الساعه اللي كيت اكتيف اللي كيت اكتيف فيها الحوت، الساعه اللي كتضرب الشمس كتوصل الشمس فوق من فوق البحر من فوق الماء، وكتضرب الاشعه ديالها في الماء، ديك الاشياء اللي كتضرب في الماء كتعطيني بريو في الصناره اللي كتشوفها الدوره كبيره من بعد وكتجي الليله. هذه دائما كتبقى تجربه شخصيه الاحباب. اوكي، ماشي كنقول لكم ان هذه هي الطريقه الصحيحه واخرين طرق ماشي صحاح، لا. من دائما كنشبروا محرقصه كبيره بصناره كحله كبيره، او بصناره رماديه كاربانيزي الى اخره. هذه غير فحال اللي كنقول لكم دائما لي فيديو ديالي كاملين من تحت التجربه ديالي، من بعد التجربه ديالي، اي حاجه جربتها وعطاتني نتيجه كنتقاسمها معكم، وماشي عطاتني نتيجه غير واحد مره، كنهضر على عام ديال الصياده او عامين ديال الصياده، ملي كتعطيني نتيجه كنتقاسمها معكم. هذه فلتت لي ما تقاسمتهاش معكم شحال هذه من سنه، عاد تفكرتها، وكيفاش تفكرتها؟ كنت غير كان عندي واحد البيت من تحت في الكراج ديال خاص بمسائل ديال الصياده ديالي، وكنت كنظم كان عندي شويه مخربق مسائل، جبت مسائل شوف كاستينغ وجبرتهم وطلعوا لي وانا نتفكر هاد الباكيه اللي كتبقات لي. اوكي الشباب ديالنا، نتمنى يكون عجبكم الفيديو ياك، وهذه بحال اللي قلت لكم دائما دائما تجربه شخصيه ديال مهدي العمراني اللي كانت قاسمه معكم. كاين بزاف ديال الاراء، كاين بزاف ديال الافكار ياك، وكيبقى الانسان ساعه كيعمل اللي كيرتاح له، فهمنا احبابي. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش دائما لايك، اوكي ما تنساوش لي كومونتير ديالكم، انا كيهموني بزاف، فهمنا لي كومونتير ديالكم كيهموني بزاف. واللي باقي ما اشتركش معنا يشترك معنا مرحبا به، وانفيتيو الاصدقاء ديالكم، بارطاجيو الفيديو باش دائما ندعم الفائده. صافي الحباب، نتمنى كون وصلت الرساله، وان شاء الله غدا عندنا فيديو اخر على المونتاج المفضل، مونتاج ديال الدوراده ديال المحرقصه المفضل عندي انا، عند مهدي شوف كاستين او عند مهدي العمراني. صافي الحباب، احتراماتي، وتغدا ان شاء الله. السلام عليكم.